مرحبا. إعلان حالة طوارئ وتأهب بالولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أعصار فلورنس، لكنه مش الأعصار الوحيد اللي عم بهدد أمريكا. هناك 8 عواصف أخرى عم بتطوف فوق المحيطين الأطلسي والهادي بالوقت نفسه، ومن المتوقع أنها تضرب اليابسة وتسبب فيضانات وأضرار كبيرة. موسم الأعاصير بأوجه بهالفترة من السنة، وبالعودة لطقسنا صيفي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة نهاراً على الساحل، معتدلة مساءً، باردة على الجبال خلال الليل مع تساقط بعض الرذاذ الخفيف، رطوبة عادية بحر متوسط الموج، حرارة 129. اليوم طقسنا غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع غطية قوية على الجبال القريبة للساحل بساعات المساء واحتمال تساقط رذاذ على الجبال خلال الليل. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 507 ملم، السنة الماضية 568، والمعدل العام السنوي 627. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 23، بالبقاء 14، والأرز 10، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 28 ببينو، زغرين 29، التل 30، إهدن 20، وأرطبة 22، فقرة 21، بيت مري 28، ومنوصل إلى نهاية مشوارنا جنوبا خيام 27 ومعركة 29. الرطوبة بتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ريحها بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين اللي جايين؟ ف 26 30، الاثنين 27 31، والثلاثة أيضا 27 31. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 16 30، دمشق 14 32، القدس 18 27، طرابلس 24 30، والجزائر 21 أقصاها 27، أما باريس ف 10 22. وهيدا كان كل شي. باي.